السلام عليكم الأخوات والإخوان، كيف الحال؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا إن شاء الله في صحة جيدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في قناة فاتي أسرار وأفكار، تشرفت بحضوركم أخوات والإخوان. الأخوات، هذا الفيديو خاص بكم اللي عندها مشكل ديال التجاعيد، ولا التجاعيد الرقيقة، ولا اللي عندها البشرة مترهله. بغيت نشارك معكم واحد الماسك اللي جد 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 مفيد للبشره، مكون موجود في جميع المنازل. اذا بلا ما نطول عليكم، غادي نبداو في تحضير هذه الوصفه هذه. اذا غادي نحتاج المكون الاول وهو البطاطس، البطاطا. هنا عندي حبتين صغيرتين، ثم هنا عندكم حبه كبيره اكتفوا بحبه واحده. اذا حيدت لها القشره وغسلتها، وغادي نبدا نحك هاد البطاطا هذه. اذا الاخوات كما كتشوفوا، بعد ما حكيت هذيك البطاطا، اذا الاخوات دابا غادي نحتاج لهاد الماء ديال البطاطا. غادي نصفي هاد البطاطا في الصفايه هكا نحصل على الماء ديالها. اذا الاخوات، اما غنستعملوا صفايه نصفوا فيها، واما غادي نستعملوا اليد ديالنا. غادي نجيب واحد الزلافه وغادي نبدا نعصر هذا الماء ديال البطاطس غير بيدي، نتوما ليكم الاختيار. والماسك الاخوات راه مهم جدا للبشره، على الاقل مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع. اذا هكا تحصلت على داك الماء، غادي نحطو جانبا. هذا الماء هذا غادي نحطو جانبا، غادي نخليه، وغادي نبدا نحضر الكوماج اللي غادي نستعمل للبشره ديالي. اذا الاخوات، هاد البطاطس هذه اللي حكيت هي اللي غادي ندير بها كوماج للبشره. غادي نضيف ليها مكون. اذا الاخوات، غادي نضيف ليها الحليب، غادي نرطبها بالحليب تقريبا واحد ربعة المعالق الى خمس معالق ديال الحليب. هكا كنرطبوا هاد البطاطا. الحليب راه مفيد جدا للاخوات البشره، فهو مبيض للبشره، مبيض ومرطب، مفيد للبشره عامه. اذا هذا هو القماش اللي غادي نستعمل للبشره ديالي قبل الماسك. الاخوات غادي نستعملوه عادي كجميع القماشات اللي كنستعملوها للبشره ديالنا. كنشدوا الاخوات على هذا الشكل هذا، وكنديروا قماش للبشره ديالنا بالطريقه هذه. كتقومي البشره ديال الوجه ديالك جيدا. يمكن لكم ديروا على اليدين، على الرقبه، على الوجه. كتقومي جيدا الوجه ديالك، دير ليه قماش مزيان، قماش دائري، واحد خمس دقائق غير من القماش. الاخوات غادي تلاحظوا واحد الفرق ما شاء الله. يمكن لكم ديروا هذه الوصفه هذه مرتين في الاسبوع، غتحصلوا على واحد النتائج اللي هي رائعه الاخوات. اذا كما كتشوفوا الاخوات، من بعد ما كنديروا هذا القماش هذا، كنغسلوا اليدين ديالنا. اذا غادي نغسل يديا وغادي نرجع معكم باش نحضروا الماسك. اذا الاخوات، بعد ما غسلت يدي دابا غادي نحضر معكم الماسك اللي غادي نستعملوه للبشره، الماسك الرائع اللي كيقضي على التجاعيد والخطوط الرقيقه والترهلات. اذا الاخوات، هذاك الماء ديال البطاطس غادي نصفيه على هذا الشكل هذا، ما غاديش نحتاجه في الماسك، ولكن غادي نحتاجو هاد النشا اللي بقى. شفتوا هاد النشا هو اللي غنحتاجوه. ديروا هكا في شي اناء اللي غادي نحضروا فيه الماسك. هاد النشا هو اللي رائع للبشره الاخوات، النشا ديال البطاطس. وغادي نحتاج ايضا
لا البياض البيض البياض البيض الاخوات راه رائع، من اروع الاشياء اللي كتشد لنا البشره. بياض البيض كيشد البشره وكيقضي على دوك التجاعيد الرقيقه اللي كتكون في البشره تماما. كنصحكم انكم تدخلوه في الماسكات ديالكم الاخوات. اذا غادي نحتاج نصف بياض بيضه تقريبا بالشكل هذا، وغادي نحتاج الاخوات الى الارز. الارز الاخوات مطحون، غادي تشدوا الارز الا ما عندكمش، الا ما شريتوش الارز مطحون غادي تشدوا الارز غادي تطحنوه جيدا جيدا في الطحال الكهربائي، ومن بعد غادي تغربلوه مزيان مزيان مزيان. هو اللي غادي نحتاجوا ليه، غادي نحتاج تقريبا واحد الملعقه كبيره على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا الاخوات راه مطحون جيدا ومغربل. اذا غادي نضيف معلقه تقريبا ملعقه ونصف كبيره، وغادي نخلط هاد المكونات جيدا، بياض البيض والنشا ديال البطاطس والارز مطحون. يا الاخوات راه خلط جيدا هادوك المكونات، خلطو مزيان حتى يجانسو. اذا غادي نبدا نحط هذا الماسك بفرشاه، فرشاه عندكم ديال المكياج خلوها لهاد الماسكات اللي كديروا على البشره ديالكم. طبيعه الحال تكون فرشاه نقيه ما فيهاش مكياج. اذا غادي نبدا ندير هاد نطبق هاد الماسك هذا على البشره ديالي. الاخوات طبقوه جيدا على البشره ديالكم، هنا غادي نطبقو باش تشوفوا الطريقه على اليد ديالي، ومن بعد غادي نديروا الوجه ديالي. اذا نطبقو على الوجه باكمله الاخوات. اذا كنديروا هذا الماسك هذا الاخوات وكنخلوه حتى ينشف تماما تقريبا ربع ساعه بهذه الطريقه هذه الاخوات. ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا، نغسلوا الوجه ديالنا ننظفوه، يمكن لينا نرشوا البشره بماء الورد. الاخوات هذا الماسك هذا طبقوه مرتين في الاسبوع، ماسك اللي هو سهل ومكونات سهله. ما تبخلوش على راسكم انكم تعتنوا بالبشره ديالكم وتديروا ماسكات. الاخوات راه الا ما اعتنيتوش بنفسكم راه ما كاين اللي غادي يجي يعتني بكم. اذا الاخوات كما قلت لكم نظفوا البشره ديالنا، الا كنتو دايرين المكياج نظفوا البشره ديالنا جيدا من المكياج، ومن بعد كنستعملوا القماش ومن بعد الماسك. الاخوات هذا الماسك هذا صراحه كيغني عن المكياج تماما. انا ما كنديرش مكياج نهائيا للبشره ديالي، كندير القليل فقط في المناسبات، نادرا ما كندير المكياج. انا صراحه هاد الماسكات هادو كيعطوا واحد النعومه، واحد اللمعه، وواحد الجمال للبشره ما شاء الله. كل وحده فيكم كما قلت لكم ما تبخلش على نفسها، تهلا في راسها. راه كنعيشوا غير واحد الحياه نعيشوها صح، نهتموا بانفسنا بالبشره ديالنا بالجسم ديالنا بالشعر ديالنا بالعقل ديالنا، ننمو الافكار ديالنا، نتعلموا اشياء جديده في الحياه. ما نبقاوش سادين عنا في واحد القوقعه وحارمين انفسنا بزاف ديال الامور اللي هي يعني امور اللي هي سهله ومفيده جدا. اذا الاخوات بارطاجوا هذا الماسك هذا مع الصديقات اللي كتعرفوا، مع الاهل حتى هما يستافدوا من هذه الوصفه الرائعه والطبيعيه. والقاكم ان شاء الله فيديو مقبل. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه تشاركوا وفعلوا زر الجرس ليصلكم ان شاء الله كل جديد. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.